شكرا لكل المتابعين. انا عمر جمال الدين اسماعيل، كبير منسق السياسات ومنظمه الكفايه الامريكيه. نحن سعيدين جدا انه زارونا اخونا عبد العزيز الحلو وياسر عرمان واخونا مالك عقار، عشان زيارتهم لامريكا يتكلموا مع الحكومه الامريكيه ومع المواطنين الامريكيين. هنبدا يا اخونا جنرال عبد العزيز بانه الموقف الانساني في جبال النوبه موقف صعب جدا، وفي اتهامات لحكومة السودان بأنها بتستعمل الأكل كأحد أدوات الحرب، وما في أي طريقة إنه الإغاثة تصل الناس في جبال النوبة. كده أرسم لنا صورة عن الموقف الإنساني في جبال النوبة ورؤيتكم للحلول زي ما شاركت أخواننا في الإدارة الأمريكية. شكرا أستاذ عمر، وحقيقة طبعا الوضع الإنساني في المناطق المحررة في جبال النوبة جنوب كردفان والنيل الأزرق هو متأزم للغاية، ومنذ يونيو 2011 رفضت الحكومة السودانية بالسماح بمرور الإغاثة أو السماح للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بأنها توصل الإغاثة للمحتاجين. وطبعا هنالك أكثر من 250 ألف أخذوا اللجوء بسبب الغذاء، نقص الغذاء والدواء وكذا، إلى جنوب السودان وإلى إثيوبيا، ويوجد أكثر من 650 ألف نازح داخل جنوب كردفان والنيل الأزرق يحتاجون للغذاء، ولكن الحكومة السودانية كعادتها رفضت أن تسمح بتوصيل الإغاثة. تمت محاولات وتوقيع اتفاقيتين من جانب الحركة الشعبية مع الآلية الثلاثية اللي هي اليو ان والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية من أجل إغاثة المتضررين في المنطقتين، لكن للأسف الحكومة السودانية رفضت وضربت عرض الحائط بكل هذه الاتفاقيات، لأنها بتستخدم الغذاء كسلاح، وهذا جزء من استراتيجية الحكومة ومن السياسات بتاعتها وجزء من تكتيكاتها الحربية من أجل القضاء على الحركة الشعبية، وذلك بتجفيف المنطقتين أو تهجير المواطنين أو إبادة المواطنين باستخدام الغذاء كسلاح، الدواء كسلاح، وهزيمة الحركة الشعبية وبالتالي المشروع بتاع السودان الجديد. هنالك مجهودات كبيرة ستبذل بواسطة قيادة الحركة الشعبية مع الجهات الصديقة في الولايات المتحدة في الإقليم وفي مناطق أخرى من العالم من أجل ممارسة مزيد من الضغط على نظام الخرطوم للسماح بعبور الإغاثة من خارج، لأن الاتفاقية الأولى وضعت كل العملية بتاعت الإغاثة في يد الخرطوم باعتبار أنه الغذاء يأتي عبر الخطوط. الآن نحن نريد الغذاء أن يأتي عبر الحدود من جنوب السودان أو من إثيوبيا أو من كينيا من أي منطقة أخرى، لأن الخرطوم تستخدم هذا الغذاء وتستطيع التلاعب بأرواح الناس وحياتهم. شكرا جنرال عبد العزيز. اخونا الاستاذ مالي عقار، ودي واحده من الملفات اللي جيتوا بها وناقشتوها مع الاداره الامريكيه. هل في ملفات اخرى ناقشتوها مع الاداره الامريكيه، ورسالتكم للعالم فيما يختص بهذه الملفات؟ هو اساسا نحن جينا هنا على خلفيه القرار الاممي 2046 بخصوص انهاء النزاع المسلح في المنطقتين والمفاوضات بين الحركة الشعبية وحكومة السودان لحل قضية السودان. وعلى هذه الخلفية هنالك إشارات يعني بين الطرفين في كيفية البدء في عملية التفاوضية، وهنالك برضو إجراءات مطلوبة في بالنسبة للطرفين ولتذليل هذه التشابهات والمشاكل المتشابهة. قررنا أنه نجي لنناقش مع الحكومة الأمريكية كيفية بدء هذه المناقشات والآلية السليمة
للبدء الصحيح بالنسبة لهذه المفاوضات مع حكومة السودان، وطرحنا وجهة نظرنا في تلك الكيفية ومقترحاتنا لهم، وحاولنا برضو أن نشوف وجهة نظرهم ومقترحاتهم بالنسبة للمقترحات بتاعتنا، وديناهم رسالة واضحة في كيفية أنه نبتدي هذه المفاوضات، وإذا كانت مفاوضات يعني مفاوضات بين الطرفين مباشرة أم غير مباشرة، برضو نحن أدينا وجهة نظرنا فيه وأدينا وجهة نظرنا في ما المرجو من هذه المفاوضات وهيكلة الشيء المرجو من النتيجة المرجوة من هذه المفاوضات. ده اللي قدمنا لهم بجانب القضية الإنسانية اللي تكلم عنها زميلي ورفيقي عبد العزيز من قبل قليل، وهنالك ملفات كثيرة نحن اتكلمنا فيها، قد تكون هي ملفات تفصيلية لكن هي كلها في الصف في عملية تفاوضية في السودان. شكرا جزيلا. شكرا. وأخونا ياسر أخيرا سكرتير العام للجبهة الثورية، لما نتكلم عن التفاوض دائما بيجي سؤال إنه هل الحركة الشعبية الشمالية حتفاوض لوحدها، وهل يعني بالعربي الفصيح حتبيع الباقيين الحلفاء اللي معاه من دارفوريين وناس الشريك وغيرهم وغيرهم، ده واحد. وايضا رياح التغيير اللي بتهب على السودان الليله، وموقع الحركه الثوريه والجبهه الثوريه من هذه الرياح الهابه وعلاقتها بالحراك اللي حاصل داخل المركز، سواء كان من الاحزاب السياسيه او المنظمات الشبابيه او من حراك المجتمع المدني. شكرا جزيلا استاذ عمر. إذا الحركة الشعبية باعت الآخرين ستبيع نفسها في المقام الأول، لأن الاتفاقيات الثنائية جربت مع المؤتمر الوطني، لا بد من حل يكون نهائي وشامل وحل يربط إعادة هيكلة الدولة. الحلول لا توجد في كادوغلي أو في الدمازين، الحلول توجد في خرطوم. خرطوم هي التي شنت الحرب على دارفور وعلى الشرق وعلى جنوب كردفان وعلى النيل الأزرق، ونحن لا نريد أن نغير مواقعنا في الحرب. الآن نحارب مع زملائنا في الجبهة الثورية، وغدا نحارب مع البشير ضد الجبهة الثورية، بل إن موقفنا الآن أفضل أخلاقيا وأدبيا وسياسيا من أن نقف مع البشير. ما نريده هو تغيير، نعتقد أن قرار مجلس الأمن هو القرار الوحيد الآن موجود حول القضية السودانية، يجب أن يستخدم كمدخل لحل شامل ولجلب كل أطراف القضية السودانية. هذا يحتاج إلى عمل كبير وواسع، سنعمل من أجله. نحن جزء من حركة التغيير، ونحن الحركة الشعبية من رواد التغيير، ولدينا وجود في الهامش وفي المركز معا. نحن مع الحركات الجديدة للشباب وللنساء وللطلاب سندعمها، نحن مع وحدة كل قوى التغيير، بل نحن نزعى أن تتحول الجبهة الثورية إلى حركة عظيمة واسعة كبيرة مثل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا، وأن تكون قوة مؤهلة لإحداث تغيير شامل ونهائي عبر الانتخابات وعبر الديمقراطية في 50 عام 100 عام القادمة، ببرنامج ديمقراطي جديد لكل الشعب السوداني غض النظر عن ألوانه وأديانه والمناطق الجغرافية التي يأتي منها. شكرا لكم يا أخواننا، شرفتونا بزيارتكم، ونتمنى أنه مقابلتنا القصيرة دي نكون سلطنا الضوء على بعض المواضيع اللي انت جيت من أجلها لواشنطن.